السلام عليكم، إن شاء الله راح نكمل سلسلة دايناميك أونلاين بأسئلة جديدة. عندنا هاي المسألة صراحة كثير مسألة مهمة وما فيها أي مشكلة، يعني هي مسألة بسيطة بس لازم تركزوا في الحل. If the ball has a mass 30 كيلوغرام، عندي كرة كتلتها 30 كيلوغرام وسرعتها 4 متر لكل سكند at the instant. It is a lowest point، يعني 4 متر لكل سكند لما كانت عند lowest point، يعني هون. بيقول لي عن متى لما تكون الثيتا صفر، يعني فعليا ثيتا صفر يعني وين؟ يعني الحبل هون. شو بيجي بحكي لي؟ بيقول لي determine the tension in the cord، بده التنشن بالحبل. Also determine the angle ثيتا لحتى يخلي الجسم ستوبس. تمام، نقلك the size of the ball مالناش فيها. هسا شو بنسوي؟ بدنا نحل. هسا هو بده الزاوية ثيتا اللي بتخلي الجسم يتوقف. طيب تمام، أول شيء معطيني معطى واللي هو ثيتا صفر. ثيتا صفر بقدر استفيد منه هذا. شو بقدر استفيد منه؟ بقول لك تمام، هذا حركة دائرية صح؟ يلا الحركة الدائرية حلل للجسم. هذا جسم في عليه التنشن وعليه وزنه. وشو هذا بيساوي؟ عليه هذا المركز، مركز الدائرة، هي الدائرة هيك يعني. بنادول، دائما البنادول هيك حلو. هي ام اي ان وام اي تي. طبعا انا وين ماخذ؟ ماخذ هون. يلا تي ناقص دبليو بيساوي ام في تربيع على ار. تمام، الار اللي هي نصف القطوره اللي دائما زي السؤال البندوسيه، مساله البندول هو 4، الفي اللي هي الاربعه، الام اللي هي 30 كيلوغرام، والدبليو اللي هي ام في جي. فقدرت اطلع التنشن فورس. بتقول لي تمام، بقول لك هو بده الزاويه اللي حتى يكون عنده صفر، او لحتى يكون عنده السرعه صفر. طيب شو بسوي هسه؟ بسوي كالتالي. هذا الجسم مثلا بده اخذه بالشكل هذا. طبعا انت بتقدر تاخذه وين ما بدك، بس ثيتا ما بتعوضها ثيتا، بتعوضها ثيتا، يعني ما بتعوضها صفر. يعني حتى لو اخذته هون ما بعوضها صفر، بعوضها ثيتا. فعشان هيك لا، هو اخذها مايله، اخذها مايله. فعندي هاي الكره، بدي اعتبر انه هذا محور النورمال، اي محور نورمال لانه هون المركز، وهون محور التانجنت. تقول لي تمام، بقول لك شو عندك؟ تقول لي عندي وزنه. هذا الوزن، هذا الوزن بتحلل، لا دبليو ساين الزاويه، وهذا تحلل دبليو كوساين الزاويه زي ما موجود قبل الاسئله اللي قبل. هاي اللي هي دبليو كوساين ثيتا، طبعا هاي دبليو، وهاي دبليو كوساين ثيتا. وهون شو في عندك؟ هون عندك تنشن فورس اللي حسبتها، يعني هاي معطى معي اللي هي ال 414. طيب تقول لي شو هسه بصير؟ بقول لك خلص امورك تمام. طبعا ام في تربيع على ار، في بيساوي صفر. ليش؟ لانه هو قال لي ستوب، هيا ستوب. فلما يوقف فالسرعه صفر، فانا ما عندي تسارع مركزي، انا عندي بس تسارع مماسي هون. يعني انا هسه بدي ارسم رسمه التسارعات. رسمه التسارعات بتقول لي عندي هاي الكره وعندي تسارع اسمه اي تانجنت، ولنفرض انه في الاتجاه هذا. اي نورمال ماله؟ اي نورمال صفر، لانه ما في سرعه. تمام، فهسه بحكي بكل بساطه دبليو ساين الثيتا شو بساوي؟ بساوي اي تي. تقول لي تمام، بقول لك يلا هاي اي تي. فشو بتسوي؟ فاي تي شو بساوي؟ دبليو ساين ثيتا. طيب انا بدي قيمه ثيتا، اي تي مش معي، اي تي مش معي. شو بقدر استفيد من هذا الشيء؟ بقول لك هاي هي فكره السؤال. اول شيء معي سرعه، معي سرعه ابتدائيه. تقول لي طب معي سرعه ابتدائيه، معي سرعه نهائيه، ومعي مسافه ممكن يمشيها. بتقدر اطبق قوانين حركه. بقول لك دقيقه وقف شوي، انت هون تسارع بقول لك انه كونستانت، بتقول لي لا، معناته شو بدي اسوي؟ بدي اعمل علاقه واللي هي بتقول لي اي دي في او اي دي اس او اي دي اكس بتساوي V دي V. هاي العلاقة كثير ركزنا عليها في الفيديوهات. قلت لهم شو الـ A؟ الـ A اللي هي W ساين ثيتا. شو بدها تساوي؟ دي اكس طبعا. شو بتساوي؟ V دي V. تمام، شو بنعمل؟ تكامل، تكامل. بس الـ V دي V، الـ V عادي بتصير V تربيع 2. السرعة كم؟ بحط السرعة الابتدائية اللي هي 4، السرعة النهائية كم؟ 0. تمام، طيب هسه دبليو ساين ثيتا دي اكس، هل ممكن اكامل ثيتا اللي انا بدي اياه 3 دي اكس؟
تقول لي لا. طيب شو اسوي؟ معناته بدي اخلي دي اكس بدلاله ثيتا. كيف؟ بقول لك عادي، ثيتا هي حركه دائريه، دائما معروف اي شيء دائري لو ضربت اي شيء نصف القطر ار ضرب مثلا اكس، ار ضرب اكس تعطيني ثيتا، بالتالي بنفس السلافه انا عندي نصف القطر 4. فلو قلت انا ار في دي اكس شو بتعطيني؟ بتعطيني اشي اسمه دي ثيتا، كانه هاي دي اكس، لو ار في اكس بتعطيني ثيتا اللي هي المسافه اللي مشاها، المسافه اللي مشاها. فبالتالي بقدر اشيل الدي اكس واحطها ار دي ثيتا، وايش الار؟ الار اللي هي 4. فبالتالي الدبليو معي، الار معي، الدي ثيتا وسان ثيتا بتكاملوا، في تكاملها بقدر احسبه، وحدود التكامل هون من صفر لثيتا، من صفر لثيتا، لانه هو بالوضع الابتدائي كان صفر. هيو زي تشابتر 11، الصفر قديش بتعطيني؟ 4. الثيتا كم بتعطيني؟ صفر. فمجهول عندي ثيتا بحله على الي حاسب وتطلع اموري تمام. هيو اي دي اس بتساوي في دي في دي اس عندي اكس، والدي اس هي 4 دي ثيتا زي ما شرحت لكم، تكامل هاي الدبليو ساين ثيتا في دي في، عند الصفر بيعطيني 4 وعند الثيتا بيعطيني صفر، بكامل بتطلع معي الثيتا بتساوي 37. طبعا هو حال على اساس انه سالب، طبعا انت عادي حال طلع سالب او موجب بتطلع زاويتين بتكون امورك تمام. اذا طلعت الزاويه منفرجه فانت لا لازم تخليها حاده، لانه انا عندي يعني البنادول بتحرك باتجاه بعض مثلا هيك بس، فدائما الزاويه حاده بتكون يا هيك يا هيك بالنسبه للمرجع. بالتالي يا بتطلع الزاويه هاي ثيتا يا هاي ثيتا، فاذا طلعت منفرجه بس اعكس الزاويه يعني اطرح منها 90.